التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي نظيره الماليزي محمد حسن، حيث تطرق اللقاء إلى التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار الحرب في غزة وتداعياتها على الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان وتجنيب المنطقة لانزلاق إلى حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها. أعلن وزير الصحة اللبناني ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1640 شهيدا و 8408 جرحى، مشيرا إلى وقوع عشرات الشهداء والمصابين من أعضاء الفرق الطبية والإسعافية في العدوان الإسرائيلي على لبنان. أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم، موضحا أن توسع الصراع لن يجلب سوى المزيد من المعاناة، مشددا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وضمان عدم استهداف البنية التحتية المدنية. أوصت السلطات الأوروبية شركات الطيران بتجنب المجالين الجويين اللبناني والإسرائيلي بسبب تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني، وأصدرت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية للأمن الجوي بيانا يوصي بعدم القيام بأنشطة داخل المجال الجوي للبنان وإسرائيل على جميع مستويات الطيران، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل. في ختام جولته اليوم بمركز الزوار بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبول احتفالية تسليم جائزة التميز العالمية للمنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء، وكان رئيس الوزراء قد تفقد أعمال تطوير مطار سانت كاترين الدولي، كما تفقد مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام. أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الإفريقية. شهد وزير الاستثمار حسن الخطيب توقيع مذكرة تفاهم لدعم كفاءة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز كفاءة وقدرة مستثمري الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، كما تستهدف إنشاء نظام بيئي أكثر ملائمة للاستثمار وبيئة مواتية.